مش شلالية ومش فساد بقدر ما هي في مشكلة في الثقافة الجماهيرية، إن النشر تحول إلى نوع من المحاصصة. يعني بمعنى أنت نشر اللي بتاع القاهرة يبقى لازم تنشر واحد من أسيوط. يعني أنا حد كلمني عايز يدخل لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة، فقلت له والله إن ده سلطة المقرر والأمين العام، ارجع لهم وأنا مع يعني لا أنا مع حد ولا أنا ضد حد. قال لي يا فندم أنا ممثل محافظات كذا وكذا وكذا. قلت له آسف جدا يبقى ما تدخلش، احنا مش عاملينها محاصصه. المشكله في مشكله النشر في الثقافه الجماهيريه انه اخذ شكل المحاصصه، يبقى اسيوط تنشر، يبقى المنيا تنشر، يبقى اسماعيليه تنشر، وده مفروض مشكله النشر في الثقافه الجماهيريه. انا معاك ان فيها مشكله.